شنطته وماشي من النادي الاهلي. عايز اعيش معاك اللحظات دي. لا ما انت كده هترجعنا بقى لحاجات هتضايقني. لا مش هتضايقك. لا كانت صعبه. صعبه. انا باخد لبس من الدولاب واللعيبه أيوة. قولي. بتسلم عليا وكل الناس يعني. لا كانت صعبه. مين اكتر واحد، انا عارف ان كله كان زعلان انت ماشي، بس مين اكتر واحد حسيت ان هو حضنك كده ومش عايز يسيبك؟ شريف اكرام. جميل شريف اكرام. بحبه جدا. شخصيه جدا، برضه شخصيه نقيه جدا، الشخصيات اللي اتعامل معاها في حياتك نقي جدا. يعني مش اللي هو انا احنا بننافس بعض ومنافسه وبتاع، لا خالص والله. لا لا لا. خالص. ولحد الان بكلمه يعني اي طلب ببقى عايزه ولا اي حاجه او اي سؤال اي شريف اكرامي على طول. ما بفكرش يعني في اتنين، هو اكرامي يعني فعلا بالنسبه لي. لا بحبه جدا وهو جون كبير جدا، وان شاء الله ربنا يكرمه الفتره الجايه هو والشناوي وعلي وكل الناس اللي موجوده في النادي ان شاء الله. ومشيت. وانت ماشي بقى طالع من النادي، ايه اللي في دماغك؟ انا عارف انا برجع بيك لورا. انا عايز اعدي الحته دي. لا انا مش عايز اعديها. بس كانت صعبه والله العظيم، كانت صعبه قوي. قول لي. واول اسبوع في مصر المقاصه كان صعب قوي. قول لي. يعني كان ان انا خلي بالك يعني انت عارف انت وانت رايح التمرين مصر المقاصه انت بقالك كام سنه بالظبط؟ 14 سنه تركب عربيتك واخده عارفه الطريق من مدينه نصر على النادي الاهلي الجزيره، خلاص عارفه الطريق. فجأة مش هروح الطريق. أنا ده مش عارف. أنا مش يعني صعبة والله العظيم، صعبة أقسم بالله. أنا عارف. يعني مهما تفكر فيها كده والله، بعيد عن الكورة واللعب حاجة إنسانية كده، فاهم؟ إن أنت متربي في مكان وطول حياتك فيه وفجأة يعني مش عارف. مش رايحه. لا 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 صعبة. صعبة قوي قوي والله العظيم. كل ذكريات بقى الناس اللي بتحبها والعمال واللعيبه وذكرياتك وحياتك كلها لعبك كوره اللبس واللعيبه بالظبط. وبعدين بتروح مكان جديد انت برضو في ناس يعني طبعا ناس محترمه جدا والحمد لله رب ان انا اختياري كان مصر المقاصه. الحمد لله. يعني ناس محترمه جدا. ناس محترمه ونظيفه بس في الاخر برضو رايح مكان جديد عليك، ناس غريبه عليك. فكان بالنسبه لك اول اسبوع ده يعني ماساه والله العظيم. كل يوم اخش مراتي تطبطب عليا تقول لي ربنا يهون عليك ربنا مش والله العظيم. انا اقسم لك بالله كل يوم بخش بيتي بعد التمرين وانا اروح مصر المقاصه التمرين وانا راجع تطبطب عليا وتقول لي اتفرج ربنا هيرضيك ازاي، ربنا هيرضيك والله العظيم. وفعلا فعلا لما ابتديت العب انا بروح اقول لها انا ازاي كنت قاعد كل الفتره دي احتياطي، ازاي كنت برضه ان انا بموهبتي دي ان انا ما العبش فعلا والله العظيم. فالحمد لله ربنا رضاني جدا، لان دايما كابتن طارق سليمان كان يقول لي كلمه ويعني ربنا يعني يديله الصحه بجد من الناس المحترمه جدا واللي اثرت معايا في حياتي الفترات الاربع خمس سنين اللي اتمرنتهم معاه. فرق معايا جدا، مدرب كبير ومدرب محترم من اطيب الناس اللي اتقابلها وعنده فكر عالي وراجل محترم. يعني كان دايما يقول لي انا عمري ما في حياتي ما شفت بني ادم يبقى بره الماتش ويجي تاني يوم التمرين يموت نفسه. قال لي انا هقول لك حاجه وافتكرها في يوم من الايام. قال لي انت لعبت في النادي الاهلي او مشيت من النادي الاهلي اتفرج انت هتبقى فين وهتبقى عامل ازاي والناس هتتكلم عليك ازاي عشان اللي انت بتعمله ده. قال لي خمس سنين عمري ما شفتك همدان في يوم. دي حقيقه. بتيجي كل يوم اكنه يوم جديد. وفعلا فعلا لما مشيت فعلا حسيت ان انا واقف على رجلي وحسيت ان انا قادر اعمل حاجات كتير وبلعب وانا مبسوط. ويعني كانت نقله بصراحه. مصر يعني فريق مصر المقاصه بالنسبه لي كانت نقله في حياتي. بتفكرني بحاجات. هو مين المفروض بتفكرني بحاجات ان فعلا اللي بيتعب وبيموت نفسه وبيشوف شغله بمنتهى الامانه وبمنتهى الضمير ربنا بيكرمه في الاخر. ودي حقيقه طبعا. دي حقيقه والله العظيم يا جماعه. يعني ما تستنوش الحاجه وقتها على طول، ما تقولش انا هتمرن كويس قوي او ان انا هشتغل كويس قوي ولازم بقى الاقي الثناء. لا ما تعرفش رزقك فين خالص خالص والله. بقول لك انا والله فعلا فعلا انا من 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 الايام الحلوه في حياتي الفترات اللي انا قاعد فيها في مصر المقصه في كل حاجه في كل حاجه في حياة في 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 العلاقه الاسريه في بيتي وفي شغلي وفي كوره وفي مستوايا وفي كل حاجه في حياتي الاحترافيه.
لا انا بالنسبه لي من احلى سنين حياتي ان انا في مصر المقاصه. انا كنت اسالك سؤال بس انا مش هساله لك. ده اسال اسال. لا يعني انت جيت على دي، ما انت هريني. لا اسأل. والله العظيم انا عايز انت عارف انا عايز اطلع منك ايه؟ عايز اطلع منك قد ايه انت حد تعشق النادي الاهلي، ودي حقيقه. والله والله يا كابتن مش بالكلام، صدقني. ودي ناس بتحبك. لا لا مش بالكلام. لا والله العظيم صدقني. انا بص يعني انا ممكن في اوقات كتير اقول لك انا بحب النادي وكل الكلام ده كله، بس لما جه موقف فعلا بجد كان في يعني كان موقف مصيري في حياتي انا الشخصيه ماديا وفي حياتي الاحترافيه هتفرق معايا وهتنططني خطوات كتير اللي قدام، قلت لا ما قدرتش. ما قدرتش. عرفت انا فين؟ عرفت انا واقف فين من حب المكان ده؟ عرفت انا فين؟ ما الناس ما بتحبكش بالسهل برضه. الحمد لله والله العظيم. الحمد لله. والله انا بقول لك، انا يعني لو قريت لك شويه انا قلت يا جماعه واحمد عادل ده مشي، بس تصدق ان انا حاسس ان انت سايب النادي الاهلي.